هنا دخل النجوم البيوت لأول مرة من 50 سنة. من هنا اتشكل وعي المصريين والعرب، ومن هنا بدأت مصر ريادتها وقيادتها. هنا هتشوفوا 50 سنة من عمر مصر، أفرحنا، أحزننا، أحلمنا وانكسرتنا. وهنا هتحسوا بوجدان مصر، هتقربوا من عقلها وهتسمعوا نبضها. أنا حضرت بنا التلفزيون المصري، نشرات الأخبار، خطب الزعماء، وحفلات النجوم، لقاءات مع صناع التاريخ لا تتكرر، مع قمم لن تتكرر. وهنا هتعيشوا زمن الفن الجميل ومسلسلاته وسهراته ومسرحياته وكمان ماتشات الكورة. 50 سنة، 600 شهر، 219,150 يوم، سنين وشهور وأيام غالية من عمر مصر ومن إبداع المصريين. هتشوفوا أجمل ما فيها 21 يوم فقط على قناة التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، التلفزيون العربي، التلفزيون العربي، التلفزيون العربي. كبار بدأنا، كبار بدأنا، كبار بدأنا، وكبار نستمر، وكبار نستمر، وكبار نستمر، وكبار نستمر.